هذا وقرر مجلس جامعة البحرين إجراء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي عن بعد لجميع الطلبة على مختلف المستويات الدراسية. المجلس أشار إلى أنه تبعاً للمستجدات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر إجراء جميع الامتحانات النهائية عن بعد. وذلك أخذا بمصلحة الطلبة وحفاظا على سلامتهم، لافتا إلى أن الجداول النهائية للامتحانات التي ستجرى في الفترة من الثالث إلى الثالث عشر من يناير 2022 ستكون بحسب مواعيد الجداول المعلنة على موقع الجامعة الإلكتروني ونظام معلومات الطالب.